مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، رابطة العالم الإسلامي تؤيد بيان الجامعة العربية الأخير الصادر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب بخصوص التدخلات الإيرانية. النيجر تستدعي سفير ليبيا على خلفية بيع مهاجرين أفارقة. لجنة الشؤون المالية في الكونغرس تكلف وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في ثروات زعماء إيران. في أخبارنا المنوعة، زلزال قوي في المحيط الهادي قرب كاليدونيا الجديدة واحتمال لوقوع موجات مد بحري. ارتفاع عدد ضحايا التدافع بالمغرب الذي وقع في إقليم الصويرة غرب البلاد إلى 18 قتيلاً معظمهم من النساء. الأقمار الاصطناعية تفشل في إيجاد الغواصة الأرجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي. أبحاث دولية تكشف أن القهوة تحد من خطر أمراض الكبد المزمنة بنسبة 70%.